السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يا جماعة كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين وبصحة وسلامة. بازوكا، مطعم بازوكا، مطعم بازوكا هو يعني كيف أشرح لكم، هو مو أشهر مصر كلها المطاعم الترند اللي طالع فيها الآن كلها فراي تشيكن، دجاج مقلي، بروستد وبرجر، برجر دجاج، برجر لحم، وطالع كمان السماش دحين جديد في مصر. أنا الصراحة ما لقيت أشياء كثير يعني تحمست إن أنا أصورها، فهم مطاعم قليلة أنا متحمس أصورها الصراحة، بنضيق الوقت اللي عندي، وكمان إنه يعني ما سويت بحث الصراحة قبل ما أطلع مصر فتورطت يعني فإنه في الأفكار يعني. المهم مطعم بازوكا يا جماعة هو من أشهر المطاعم، يعتبر إيوه من أشهر المطاعم في مصر. وفي مطعم ثاني اسمه هارت أتاك، بس هارت أتاك للأسف أنا جيت دكتور على جنب كده الحالي إنه جيت عشينا فيه يعني أنا وأهلي، الصراحة مو مرة ذاك الشيء، وكان شوية أسعاره زي السعودية. لما تيجي تقلبها يعني تيجي تحول عملة تقريبا أسعاره زي السعودية، وما هو أفضل شيء نهائيا الصراحة. فقلت اليوم هقرر بازوكا قدامكم ومعاكم. ليه؟ شفت عليه كذا ريفيو، شفت ناس كثير جربوه، في ناس مرة عجبهم، في ناس مرة ما عجبهم، قلت أنا أجي أحسم اللقاء. كنت هزود فجأة كده انفلت في البرنامج أبغى أطلب زيادة، ولكن قلت هدي اللعب ونطلب كده أشياء على الخفيف. هذا اللي على الخفيف. يا كريم، أول شيء طلع معانا اللي هو الشيء اللي لازم نبدأ فيه، ألا وهي المقبلات. البطاطس يا جماعة مرة مرة تشبه حقت ماك، والله مرة تشبه حقت ماك، حتى طعما أديها 80% بطاطس ماك. في نقطة مرة مهمة زي أقول لكم هي، وأنا بطلب الطلب طلبت الرقم الساخن حقهم، الصراحة يستاهلوا. كانوا مشغلين أغنية فلسطين، وبيدعموا فلسطين 100%، فالصراحة مرة 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 أنا متحمست إني أجربهم، بس هذا ما له دخل بالأكل. نخش على بعد. قبل أخش على بعده، البطاطس الصراحة ما أدري بكم هي جايتني مع كومبو، دحين هتشوفوه. طيب يا جماعة المنتج اللي بعده هو الموتزاريلا ستيكس. الموتزاريلا ستيكس هي من المقبلات، فالموتزاريلا ستيكس ب50 جنيه. هنا تشوفها تمط، لا والله هذه وصلة دافية شوية، دافية أكثر، ما هتمط، بس الصراحة مليانة جبنة، ماني حاسس بطعم الزيت مرة كثير، وهذا شيء مرة حلو، مرة حلو. ومليانة جبنة، الجبنة شوية نكهتها نبغى جيدة. ثاوزند ايلاند، بس ما ادري هذا الصوص حقهم ولا حق الموتزاريلا ستيكس ولا، ولكن هذا اللي قصدهم عليه كوكتيل لما كلموني ممكن. بسم الله. الصوص اسطوري. المنتج الثاني يا جماعة هو الريزو، للأمانة شوفوا برضو بيغلفوها بكيس بلاستيك، وهذا يعني مرة كويس. للأمانة الريحة شوية تخوف، ما ادري ليه. الريزو هو منتج مطلعينه أتوقع بدال KFC، وبرضو كان موجود في هارت أتاك. هذا أفضل منه، ما هو كثير، ما هو واو، ولكن أفضل منه. في نكهة بصل كده أوفر، مرة أوفر، مخرب النكهة. هو نكهة حلوة بس مخرب النكهة صراحة. كان اسمه سينجل تشيكن تيركي، هذا اللي جاء مع الوجبة البطاطس والبيبسي. طبعا البيبسي ما هي مقاطعة، الحين أوريكم إياه. هذه جاتني مع الرنش، وانا قلت لها ابغى تركي ما ابغى رنش، وعدته مرتين بس اعطتني رنش. بس حنقول بسم الله. هذا البوكس الكومبو سنجل هذا ب 145 جنيه، اسطوري، ما فيه غلطه. الغلطه الوحيده ان هي ما جابته بالشيء اللي انا ابغاه، جابت لي يا رنش. طعمه لذيذ كل شيء، بس انا ماني من عشاق الرنش في البرجر، عشاق الرنش في البيتزا، مره احب البيتزا بالرنش، ولكن جيد. العيش فريش، الصدور قطعة صدور كاملة، ما هي مفرومة، والطعم مرة ممتازة. هي تقريبا هذه اللفزات، الله 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 الله، والله مزبطين. اللي بعده عشان موضوع النجتس، هم قالوا انه هذه هم اول ناس سووا نجتس او مسحب في مصر. طبعا هقارنهم بالبيك لانه ما دقت مسحب ثاني في مصر، ولكن هنقول بسم الله. هي 7 قطع مع البطاطس ب 145 جنيه برضو. بسم الله. التتبيله مره حلوه،
مو مرة حلوة، مرة حلوة، بس بس النجتس مرة ناشفة محروقة، الصدور اللي جوا قطعة صغيرة مرة عشان كذا انحرقت، فمرة مرة مرة سيئة. أسوأ مطعم عندنا في جدة أو في المدينة يسوي يسحب اللي هو في الكافيتريات، ممكن يسوي زي هذه وممكن يسويها أفضل شوية. شوف هي مرة صغيرة، مرة صغيرة الصدور اللي جوا، مو زي البيك كبيرة قطعة كبيرة، فنشفت نشفت نشفت من الزيت، أو من الزيت قديم أو شيء ما أدري. أبدا ما هي زي البيك ولا قريبة منه ولا تقارن معاه أصلا. طيب يا جماعة، ريحة البرجر، ريحة البرجر هذا اللحم بريحته بيك تيستي صاقعة في خشمي، ماني عارف ليه، بسم الله مرة متحمس. أتوقع هذا البرجر اللي حرب 160 جنيه. شوفوا طعم اللحم الصراحة أي كلام، بس التتبيلة حقت البيك تيستي مع التشيز مطلعة طعم البرجر حق ماك. أنا ما أحب ماك، ولكن اللي يحبه ماك هذا مرة قريب منه. الصوص ريحته زي حق البيك تيستي، وحاطين مخلل وطماطم وخس وبصل زي حق البيك تيستي، والعيش مرة طري وحاسه مرة فريش، بس اللحم طبعا أي كلام، بس ريحة الشوي وطعم الشوي والعين وطاغين مرة. هو البروستيد، البروستيد يا جماعة أنا دكتو في هارت اتاك، ولكن دكت البروستيت في هارت اتاك، ولكن ترى كان ما كان كويس الصراحة، ما كان افضل شيء. اوكي التتبيلة واصلة للنص، ممتاز بسم الله. فرق سما ارض عن هارت اتاك، ولكن السبايسي مرة سبايسي، الطعم مرة حلو، نظيف جدا، عجبني. الآن المطعم مرة كويس الصراحة، يعني أوكي عادي يقطع شيء ما يعجبني من النص، بس يعني في أشياء كثير مرة حلوة، والطعم مرة كويس، والأشياء الصراحة نظيفة. هذا آخر منتج معانا، وهو الساندويتش صدر دجاج كبير. الصراحة ما أقدر أوريكم، ما أقدر أوريكم هو، ولكن حذوقه معاكم. بسم الله. قطعتين صدر مرة كبيرة، الصدر متبل مرة حلو، وبرضو اللي يحبوا السبايسي مرة يعجبهم، العيش جبار الصراحة. ما بعرف أسامي المنتجات، فماني عارف أحط أسعارهم بالضبط، ماني عارف هذا بكم بالضبط. المهم إنه شوف كيف صدر الدجاج، شوف كيف صدر الدجاج، ما هو نحيف زي المسحب فما انحرق، هذا جوسي طعم كل شيء، يستاهل. كده احنا خلصنا، باقي شغلتين، هذه الكولسلو والبيبس الصغيرة، هذا كوتشي موتو، اسمه بيك كولا. اوكي مو بيك كولا، بيك كولا مش طعمه، هذا ما هو مقاطع. بسم الله، والله طعمه زي ألسي اللي عندنا في السعودية. ندوق الكولسلو، بسم الله بسم الله، اسطوري، كأنهم جابوا واحد حق كنتاكي وشغلوه في بزوكا، نفس حق كنتاكي الصراحة. ما طبعا هو جاي كومبو، فما اعرف كم سعره، اني يعني عرفت باقي اسعار الاشياء ما عرفت ولا شيء. المهم الحمد لله طلع المطعم اللي صورته كويس، لانه هارت اتاك الصراحة مرة 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 كان سيء. اهل مصر اتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة، واهل السعودية لما تنزلوا مصر ذوقوا بازوكا مرة لذيذ. يعطيكم العافية يا جماعة، لا تنسوا تسوي شيء ولايك سبسكرايب، ولا تنسوا تدعوا لاخواننا في فلسطين، الصراحة مرة يحتاجوا. إن شاء الله تكونوا مبسوطين بالحلقة، يعطيكم العافية، كان معاكم ميدو، سلام.